من السهولة الوصول إلى صنعاء، أسهل شيء أنك تصل إلى صنعاء، ولكن الصعب الذي هو مسؤولية تاريخية أمام الله وأمام الشعب أنك تدخل في مدينة يملأها يعني ملايين من الناس، يعني ستدخل في حرب شوارع تقتل اليمنيين. من السهولة، من السهولة جدا أنك تدخل صنعاء، أسهل من شرب المي. شفت أنك تموت داخل اليمن، هذا يعتبر صعب أنك تموت داخل اليمن، ليش؟ لأنه محافظين على حياتك. بس الأسهل حاجة كده أنك تدخل صنعاء سهولة جدا. احنا قد نحن مطبقين صنعاء منها، بس هو ايش خايف على الناس الذي في به. شوفوا سبحان الله، شوفوا الادب والاخلاق. لكن الحوثيين لما يقصفوا مأرب مثلا ولا المدن المحررة بالصواريخ والناس هناك يموتوا، هذا يعني الحوثي مجرم يعتبر. لكن من السهولة انك تدخل صنعاء، لكن احنا خايفين على البشر بصراحة. لا اسمعوا، سيبكم مع عمر الإيراني، يعني هذا الإنسان بارد يعني فيه برود الدنيا كله، القطب الشمالي مع القطب الجنوبي مع البطاريق والدبابة القطبية كلهم هنا جالسين يلعبون، هنا كلهم أبرد منه ما فيش. بالأول والأخير خلاص، وزير ثلاث وزارات ما ليش أي لازمة، طلع نزال برضو مدني خلاص. نشتي هذه الآن معركة، نشتي قائد عسكري يتكلم، نشتي مثلا كده واحد يقود الجيوش هذيك، منه يعني مثلا زي وزير الدفاع، نشتي وزير الدفاع ايش قال؟ المعركة في صنعاء كيف تقيمها؟ يعني سهل. ان شاء الله سهلة. لا لا هي سهلة، لأن احنا سنطوقها ولن ندخلها، لأن احنا حديثنا على صنعاء حضارة المقدم السادس قبل الميلاد، بناها سام بن نوح المقدشي. الله على المقدشي وبرود الأعصاب. تلاقيه كذا يتكلم عندي سهل، ولو في زعقة بيتزعق، والله لو في زعقة بيتزعق. لا احنا من الشيش تدخل صنعاء يعني هي سهلة، بس بناها سام بن نوح. ايش الحكمة؟ ايش الحكمه يعني بناها سامي بن نوح؟ ما افتهم ليش يعني سبق يعني مأرب الذي هناك بناها من جن سليمان مثلا، يعني عادي تدمر رجاله طب بالكواتيش صواريخ عادي. يعني هي تسالك على المقاول الذي سواه مثلا صنعاء، ولا تقول لك على حرب انت سهله جدا ما ندخل بعقلك انت. يا ناس الحين هذا وزير الدفاع، بالله بربكم هذا وزير الدفاع، هذا بيكي، هذا باران، هذا يقول فوق نفسه. نشتي وزير دفاع، حرفيا وزير دفاع، بحيث انه الاراضي الذي مع اليمنيين المحررة تبقى معاهم بس، ونشتي كمان وزير ثاني يكون وزير هجوم، بحيث انه يهجم فعلا لا صنعاء ويطوق عليها. انا افتهم لي هذا معمر الإيرياني يعني ها سامحونا بقول ذي الكلمة، بس في بول خير قال انه العام مطوقين صنعاء عشان المدنيين، ده مطوق صنعاء عشان البنايات لانه بناها سامي بن نوح.